لو سمحت أن تبين شيء على على دروس عمرو خالد، هذا مفتي الفنانات كما يخفى على طلبة العلم. هل من الطلاب أن هل على الطلاب أن يأخذوا من دروسه؟ شنو غتاخذ من عنده هذا؟ غير بغيت نعرف شنو غتاخذ من عند عمرو خالد. شنو تاخذ؟ أولا الأزهر أفتوا فيه بأنه ليس من أهل العلم. الأزاهرة مع ما فيهم من 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 تساهل اعترفوا بأنه ليس من أهل العلم ولا يؤخذ منه العلم. إخواننا في مصر وخصوصا أخونا الشيخ أبو إسحاق الحويني حذر منه وسماه مفتي الفنانات. فهذا الرجل لا علم عنده، ما عنده علم مسكين، هو قاص وواعظ وكيستدل بأحاديث منكرة وموضوعة وضعيفة كيعتمدها في باب الجانب ديال الترغيب والترهيب. بعيد عليه الميدان هذا. وهذا العام دار واحد الزلقة ما يزلقش فيها الجمل كما قالوا المغاربة، مش تتكلم على آدم الجنة اللي كان فيها آدم، واش جنة في الأرض ولا جنة في السماء؟ في الأخر باك عمر تيقول لك بأنه يرى أنها جنة في الأرض وليست الجنة التي خاطبنا الله تبارك وتعالى بها. شدك أنت لهادشي. لقد ركبت مرك يعني لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا عمر. بعيد عليك هذه المسائل. عرفتي هذا الكلام هذا اللي قال ديال من؟ ديال بأن الجنة اللي كان فيها آدم إنما هي جنة في الأرض، وتستدل بالهبوط بأنه هبوط من مكان مرتفع إلى مكان يعني متدنين. شنو هو الهبوط؟ قلنا اهبطوا منها جميعا. وتستدل في موسى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هذه عقيدة. أرجع غير الكتاب، نصحك ترجع الآيتين. الآية الأولى في سورة البقرة لما كلوا من الشجرة، والآية الأخرى في الأعراف. فصل فيها الإمام بن كثير، واللي عجبك التفصيل فيها مزيان هو الإمام الجبد القرطبي رحمه الله في الكتاب الجامع، تيقول بأن هذه هي عقيدة المعتزلة والقدرية. والقدرية هم مجوس هذه الأمة. هذا مسكين راه تيحمل عقيدة القدرية بلا ما يشعر. ومن هم القدرية؟ قال عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس هذه الأمة، إذا ماتوا فلا تشهدوهم وإذا مرضوا فلا تعودوهم. مش يقرأ، يمشي يقرأ ويربع. هو لما تيدير الترجمة ديالو تيقول بأنه كاللاعب ديال الكرة ديال الأهلي، ويبقى مع الأهلي، وإذا ما عجبوش الأهلي يمشي للزمالك، والعلم يخليه عليه في ترانكيل وفي افتقار. لا أسوة في الشر كما قال الإمام أحمد بن حنبل. تقرفط مع راسك وضرب ليها مزيان ودير المكياج وكذا وتقاد وتجي دير دروس، داك الشيء حنا ما عندنا شيء. ما هذا هو الدين أبدا.